لكن الظروف صعبت وخلتنا نتوب بين الحلول نتعب ونتأمل وصول بس مش معاك لو تيأس بلحظة وتخذل من معاك تتجاهل النور اللي خوفي لو يزول لكن معاك لو ناوي نرجع نحصد البذرة ثمار نمسك زمام الأمر نبحث عن حلول أيوة معك يدي على يدك تعال نسمع مهاجلنا بأطراف الحقول أيوة معك مسلسل درامي إذاعي تأليف زياد القحم فارقة بنت معياد آلاء جمال إخراج نزار حمزة على الموعد الحلقة الثالثة لو سمحت يا حضرة الضابط متى ممكن نبدأ ندور له؟ الآن تلقينا البلاغ لكن البحث قانونياً بيكون بعد مرور 48 ساعة وعموماً أنا ممكن أساعدكم يا ريت والله سألته عند أقاربكم وأهلكم وأصحابه أقاربنا قليل وسألنا عند أكثرهم اسألوا عند الكل عندي سؤال ابنكم ما قد عملها من قبل واختفى؟ أحيانا كانت تتأخر عليه ويروح البيت من نفسه أو يروح لعند أمه أنتم مفصلين؟ أيوة وكمان بنتطلق من أهم أسباب ضياع الأطفال هم فصال الأبوين والمشاكل الأسرية لاحظتوا أي علامة غريبة على الولد الفترة الأخيرة؟ أيوة أنا لاحظت والسبب مثل ما قلت هو الانفصال وحسيت أن أحمد في الفترة الأخيرة بدأ يعاني من بعض الخوف والقلق وليش ما كلمتش نحن؟ عشان ما حد فيكم كان مهتم وفاضي لنا عموما روحوا دوروا في الأماكن اللي ما رحتوش فيها وإحنا بنعمل جهدنا والآن إيش نسوي؟ فين نروح ندور عليه؟ مش عارف أصلاً لو عند حد من أصحابه فهذا قد اتصل لنا أو حتى أهل صاحبه اتصلوا لنا الولد أكيد فيه بشي مستحيل يكون بخير وللآن ما كلمنا ولا اتصل لنا انطق خير وادعي نلاقيه أنا بتكلم بشكل منطقي وعقلاني وهذه الحقيقة الولد لو كان بخير فهذا اتصل لنا خلينا نروح نشوفه عند جده يمكن راح بدون ما يقول لنا وهو قد عملها من قبل وراح له بدون ما يقول لنا كلام مي صح يابا خلينا نروح نشوف عند جدي لو سمحت يمكن راح لهناك بعد ما اتصلت لجدي ولو راح لعنده بيجلس ساكت وما يتصلش يقول لي ابنك عندي انت تشيني اروح لعند جدك هذا وقت مناسب الان تفكر في هذا الموضوع يابا خلينا نروح ونشوف ما احناش خسرانين حاجه واصلا وين ندور عليه المنطق يقول نبدا ندور عند اهلنا واقاربنا لا يعني لا اذا شيت روحوا روح انتوا اني مش مصدقه انك للان مقاطع لابوك ايش من قلب معك انت هو ايش من قلب معه لما طلبت مساعدته ورفض والآن هو عارف إنه ابني ضايع وما فكرش حتى يرفع علي سماعة التليفون ويسألنا عليه وفي النهاية تسألينا أنا إيش من قلب معي؟ بتجلس كذا طول عمرك مفكر إنك أنت الوحيد اللي صح والباقي كلهم غلط هذا أنا ولا أنت؟ خلاص كفاية إحنا في الشارع وأنا تعبت من هذا النقاش قد لكم شهور الاثنين بتعيدوا نفس هذا الموال وكل واحد فيكم شايف نفسه المثالي وبيتهم الثاني بالإهمال والأنانية وانتم الاثنين نفس الشيء أنا واخي في النهاية اللي دفعنا ثمن مشاكلكم كل قرار اتخذتوه فكرتوا في نفوسكم ما حد فيكم فكر فينا احنا الاثنين عمر حد فيكم سألنا في بيت من نشتي نعيش وانت يوم لما قررتي تتركينا عند أبونا فكرتي إذا كنا نشتي هذا الشيء ولا لا حتى في موضوع اللقاح انت يوم ما قررتي أن جدي أخذ اللقاح بدون ما تسألي عن رأيه حتى أنت يا أبا قررت ترفض بدون ما تأخذ رأيه حتى أو تفكر إيش الشيء اللي هو فعلا يحتاجه أنا بروح لجدي واللي يشتي يروح معي لو سهلة أنا وأبوك رايحين معك صح يا سامر؟ صح وأنا كمان بروح معاكم كيفك يا جد؟
الحمد لله والشكر لله، أخيرا ذكرتونا. أنا واصل متذكر لك يا قد. ما قصدك أنت يا ابني؟ أنا عارف أنك تقصدنا، وعارف أن لك عتاب طويل لي، وأنا كمان عاتب عليك، بس الآن مش وقته. أنا ابني ضايع مش عارف فين هو. ما لقيته للآن، قد الدنيا ليل. ما عرفناش حتى فين ندور يا عم، قلنا يمكن أقلع عندك. ولو قال عندي بجلس ساكت وما أقول لكم؟ والله لو يحصل للولد شيء إنه في ذمتكم. في ذمتنا احنا؟ ولا في ذمتك أنت؟ أنت اللي ما رضيتش تخليهم معك أو تجي تسكن معي تساعدنا فيهم. أنت عارف إنهم محتاجين أكثر من شخص يهتم فيهم، وأنا وحدي ما أقدر لهمش. ومع إنك عارف هذا كله أخترت تغلق على نفسك وتصفي العالم كله. المهم إنك بخير. إيش يفهم واحد شاب في سنك إيش يعني خوف من المرض والموت؟ لأنك عارف إن أغلب الوفيات من كبار السن. هل قربت تفكر في بي؟ وأنا أشوف كثير من أصحابي وجيراني اللي في سني والمرض هذا يخطفهم. فكرت بالخوف والمشاعر اللي أحسها وأنا أسمع الأخبار كل يوم تأكد إن نسبة الوفيات كبيرة من كبار السن. يمكن المرض هذا اللي أنت مستهتر به مش مخوفك أو يهددك، لكن بالنسبة لي ما قدرش أخرج خارج بيتي خطوة واحدة لأني خايف أنصابه ويقتلنا. الله يحميك ويخليك لنا يا جد، بس أنا اشتي أقول لك حاجة. حتى لو كنت كبير في السن وفي بك ضغط أو سكر، مش معناته أنك تستسلم لخوفك من ده المرض وتعزل نفسك عن الحياة. هو مجرد فيروس، صح خطير، لكن في النهاية احنا نقدر نحمي نفسنا منه ونعيش حياتنا بشكل طبيعي. نقدر ان احنا ناخذ اللقاح بالاول وما نخرج من البيت الا احنا لابسين كمامات، وما نروح اماكن زحمة، وكده نكون في امان. لو انا التزمت، مش كل الناس ملتزمة يا ابني. كثير من الناس عندهم قلة وعي وممكن يخرجوا بدون اي وسائل وقاية وهم عندهم اعراض المرض هذا. مش عارفين انهم كده مسؤولين عن كل شخص ممكن ينعدي. وكمان أنا خايف من اللقاح. صح أنا سمعت أنه من أفضل وسائل الوقاية ومعه نقدر نرجع لحياتنا الطبيعية. بس يا عمي أنك تحبس نفسك في البيت وتقرر أنك ما تواجه الحياة، ده مش حل. يعني هكذا كورونا ما بتقتلكش؟ إيش فرقت حياتك هذه عن أي حد مات؟ أبا أنتو خير، إيش الكلام ده اللي بتقوله؟ هذه الحقيقة. لو الواحد استسلم ويغلق بابه هذا موت مع وقف التنفيذ. يعني ايش تشتي نعمل؟ اتهاون بصحتي واخرج بين الناس عشان التقط الفيروس وخليه يقتلنا؟ خد اللقاح يا قد. اللقاح مش امن وفي له مضاعفات. مش اني يا عمي زي بنتك، ويشهد الله علي اني احبك زي ابي الله يرحمه. واني دكتورة وبقول لكم اللقاح امن 100%، وأعراضه الجانبية بسيطة وما في بيش أي خطورة من أي نوع. اسمع مني، ولأن كثير من الناس مش ملتزمين فالأفضل إن احنا ناخده. وإلى وقت ما ناخذ اللقاح نحاول إن احنا ما نسلمش على الناس ولا نتواجد في الزحمة. ولا وقت ما تاخذ اللقاح يا قد تقدر إنك تحمي نفسك بوسائل الوقاية اللي أثبتت فعاليته بجدارة. أنت عارف إنه الكمامة والتعقيم كلها إجراءات ممكن تحميك وتحمي اللي حولك. يعني يا قد مجرد خطوات بسيطة لو عملتها تقدر تحمي نفسك من هذا الفيروس. احنا مشتاقين لك وعاد احنا نشتك في حياتنا يا قد. الله يخليك لنا. انت متوقع انه انا كل هذه الفترة بعيد عشان زعلان انك ما رضيتش تخلي عيالي عندك او تجي تنتبه لهم معي؟ انا زعلان عشان انا اشتي اشوفك دائما في افضل حال. ما شاء الله، اسمعوا من اللي يتكلم. ليش رفضت انك تاخذ اللقاح؟ أنا في أشياء مخوفانة، وكمان أنا يعني واقف وسط بيتي تفعل لي محاضرة عن دوري كأب وجد. طيب دورك أنت، مش المفروض أنك تخاف على عائلتك وتتنازل عن أي حاجة عشانهم؟ أنت يا ابني محتاج تجلس مع نفسك وتراجع حساباتك وتفكر فعلا إلى أي درجة عائلتك مهمة عندك وإيش مستعد تسوي عشانهم. الآن خلونا في الموضوع المهم اللي جينا عشانه. إذا أحمد مش عندك يا قد تتوقعوا فين ممكن يكون؟ لازم كلنا الآن ندور عليه وفي كل مكان. كلنا؟ يعني بتروح معنا؟ أكيد بروح معاكم. حبست نفسي كثير
وما عندي استعداد أشوف حفيدي ضايع وأجلس أتفرج. يا با ها أنا آسف قصرت معك والشيك سامحنا. سامحتك وأنت كمان سامحنا. طيب يلا خلونا نروح ندور عليه. طيب فين نروح الآن؟ أنا عرفت، قلت لي فكرة بتوصلنا له أكيد. يلا بعدين. هيا 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 هيا. ما خطرش لنا هذه الفكرة من أول. لو إحنا فتشنا في حقه الأيباد من الصباح يمكن كنا وصلنا لحاجة وما تأخرناش كل هذا الوقت. طيب افرضوا أن حقه الأيباد معه. لا 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 لا، هو ممنوع في المدرسة وأكيد أنه في البيت. يا رب رجالي ابني بالسلامة. سامر ليش قلقت الطاقة حق السيارة؟ حسيت أنه الجو برد عليك. هيا بابا بتنزلش. اسبغنا أنت وقدك. طيب يلا هيا قد ينزل هيا. دلع دلع. الله يحفظك يا ولدي. خير في شي؟ شي اسألك عن حاجة واحدة بس. سامر خوفتني، ايش في؟ ليش حجزت لي موعد للقاح مع ابي؟ اسأل نفسك هذا السؤال وبتعرف اجابته من نفسك. فكر مع نفسك شوية بس وبتفهم انت ايش بالنسبة لي. الظاهر ان انا محتاج اراجع حساباتي مثل ما قلبي. خليني الآن نلاقي ابننا وبعدين كل شيء يهون. طيب يلا يلا ننزل يمكن مراد لاقى حاجة. هي انتظرونا في الحلقة القادمة. أيوة معك، تأليف زياد القحم، فائقة بنت معياد، آلاء جمال، مراجعة نص يسرى عباس، بطولة نبيل حزام، نجيبة عبد الله، أمل إسماعيل، عبد الله يحيى إبراهيم، هديل أبو أصيل، عبد الغني مطاوع، أحمد المعمري، رشاء السلامي، محمد أبلان، نزار السنفاني، معتصم السامعي، سليمان القري، علياء الحماطي، معتصم السامعي، لطيفة أبو هاشم، رجاء صالح. تمثيل شهدي راجح، أمل الشيباني، آية الزمر، أشرف الباري، أنور الشرفي، عمرو الدلاق. مدير خط الإنتاج سحر عبد الله. منسق المشروع أمل الشيباني. مدير إنتاج أسامة الشهاري. منسق إنتاج نذير العريقي. متابع إنتاج عبد الله المدعي. مصحح لهجة علياء الحماطي. أغنية التت كلمات حنان الصغير. ألحان وإنتاج صوتي إبراهيم بن طالب. توزيع موسيقي ومكساج محمد بريشان. غناء عزوز العواضي. الإشراف الفني هاشم حمود هاشم. الإشراف العام خالد سلام. إخراج نزار حمزة.